دلوقتي بجد هي حلو. هتعمل لنا حاجه الفالنتاين. وريكم طيبين فيديو؟ ايه لا لسه لما تغلي. أيوة هنوريهم. ما تقلقيش. طيب ايش احنا قلنا لها عايزين حاجه كده للفالنتاين بعيد عن الحاجات التراثيه عشان ايه في الاسبوع ده ايه عاملين اكسبشن يعني. فهي هتعمل لنا تورتايه بطريقه سهله وحلوه، وبعدين الشيف اسماء متخصصه في الحلويات، يعني التورته بتاعتها هتبقى تحفه ان شاء الله. لا بسيطه ان شاء الله. انا هدفي دايما ما بطلع في اي برنامج ان انا عايزه الست البيت او المشاهد عامه يخلص الحلقه يقوم ينفذ على طول، بالزبط. ان المكونات سهله وبسيطه جدا جدا، بالزبط. والافكار يعني لطيفه، فاهمه؟ آه. وبعدين علشان ايه فايده ان انت تتفرجي على حاجه وما تعمليهاش؟ فخلينا هقول انا المقادير على ما هي مجهز حاجتها. مقادير الكيكه بتاعتها فين؟ نص كيلو دقيق سبونج، ست بيضات. ترانش فين؟ ترانش التقطيع. ست بيضات، نص كوبايه ميه عاديه، فانيليا سايله، معلقه كبيره محسن جل. المحسن جل مش فاضل. لا مش ده ترانش ده، سكينه. ايه عندك؟ بصي يا حبيبتي، و ده اوكي حلو. وفي دي لو مش عايزاها مش هشرب. ماشي حبيبتي. هي الكيك. تعالي في مقادير الكيك هنا. بصوا الكيك دي مقادير الكيك اللي احنا قلناها. الكريمه بتاعتها ربع كيلو كريمه خام، نص كوبايتين ونص ميه ساقعه جدا، ممكن تستبدليها بلبن، كوبايه سكر عادي، معلقتين كبار لبن باودر. بصوا انا هضرب الكيكه على ما هي ايه البيت طبعا الاول. ده انا طبعاً سالتها سؤال. دي سبونج. ايوه يعني دي جاهز، يعني سهل دي جدا جاهز جدا. مش هتحطي سكر ولا حاجه. بياخد ست بيضات. تمام، وفانيليا طبعا سائله. حطينا ست بيضات مع الفانيليا السائله. بالظبط كده. ونص كيلو دي سبونج سواء كان بني او ابيض. اوكي تمام. طبعا هو المفروض يتضرب بالراحه. المفروض يتضرب بعجانه ومضرب. يعني طبعا، بس احنا علشان ايه؟ عشان الهواء، عشان احنا جاهزين. بالظبط احنا جاهزين. بصوا انا هقلبها، عايزه معلقه. ودي لازم معلقه المحسن والكيك الابيض. معلقه كبيره ولا صغيره عايزه؟ اي معلقه. ونص كوبايه ميه. بصوا هي بتعملها بميه، يبقى دي السبونج ده هستعمل معاه ميه اهو. ومعلقه المحسن. وريهم الاول. محسن. بصوا حاجه كده، محسن جل. محسن جل ده اللي هي يعني هيرفع، هيمسك. هيمسك معاكوا الاسبونج خالص ويرفعها، مش هبط منكم ابدا. حاجات صغيره اهي، تريكات بتقول لكم عليها اسرار علشان تعملوا التورته حلوه جدا وتطلع معاكوا تحفه وزي الفل. طبعا الافضل انك تضربيها على مضرب كهرباء علشان تنفش معاكي جامد. او العجان. طبعا اهي ادي. طبعا احنا محضرين ده طبعا على الهوا، ده اللي شايفين. دخلتيها الفرن قد ايه؟ طبعا بتدخل على حراره، درجه حراره 180، وبتاخد حوالي 40 دقيقه. اوكي 40 45 دقيقه. في صينيه دخلناها في صينيه 22. تمام. انا عايزه اوريهم بس الارتفاع عامل ازاي. وان هي قد ايه طراوه. شايفين هي طراوه وبترجع فعلا زي الاسفنجه. بالظبط كده. اول حاجه احنا بنشيل الوش ده. طبعا بتشيل الوش الناشف. هي اهي، مش هو مش ناشف، ده طري خالص. ايوه بس عشان تديها نفس الشكل، يعني تبقى شكلها منتظم عشان دي كيك تورته. علشان يعني يشرب من الكريمه او الحشوه. دي بتبقى طبقه تقريبا عازله. ايوه دي بيعمل طبقه عازله. فهي عايزه الكيك يبقى متشرب، فعشان كده بتشيل. حطيهم هنا. هنا احسن. ايه فهي هتقطع الكيك ليرز، طبقات كده. ده مش عايزاه خلاص. بتقطع الكيك طبقات علشان تشربها. هتشربيها بايه بقى؟ بصوص الفراوله. صوص الفراوله. صوص الفراوله ده عباره عن ايه؟ صوص فراوله جاهز من عند اي محل. انت بتجيبيه جاهز. اهو. يا ايمان. الو. الو عليكم. الو. ايوه يا ايمان، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ تمام يا قمر. انت منين؟ انا من القاهره. اوكي. ايوه حبيبه قلبي، عينيا ليكي. عايزه تقولي حاجه لشيف اسماء؟ ايوه يعني الكيكه بتاعتها جميله جدا. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، بتقول لك كيكتك حلو قوي. حبيبتي يا ايمان ربنا يخليكي. ميرسي يا ايمان، تسلمي. اول حاجه عملت احنا عملناها استنوا لحظه، عملتي ايه؟
الاول في تركيه بس كده احنا بنحطها بعيد عن البورده شويه عشان هنعمل حاجه دلوقتي ونثبتناها. بص هي حطاها اول حاجه هي علشان تسهل على نفسها جايبه الاستاند اللي بيلف علشان بصوا بيلف عشان وهي عشان شغلي. لو انت مش عندك الاستاند ده بتحطي حله مقلوبه وتحتها فوطه وتلفيها. أيوة. مفيش مشكله خالص. أهي. يعني في بدايل لكل حاجه. وريهم بصوا هي حطيتها مش في النص قوي. احنا عشان دلوقتي احنا هنقلب التورته اللي يعني انت تقدري مش عندك صينيه قلب مش عندك كادر قلب هنعملها قلب دلوقتي المدوره دي. اول حاجه شويه صوص عشان تلزق الكيكه في الارضيه عشان الكيكه ما تتحركش. سباتولا عايزه ايه؟ سباتولا انا عايزه السباتولا الثانيه المقيد خشب كانت مع الترانش ده. اوكي هجيبها. تمام ده صوص فراوله. ده برضو مش غالي عند اي محل خامات. تقدري تحشيها فراوله دلوقتي مثلا عشان الموسم بتاع الفراوله. تحشيها اي حشوات شوكليت نوتيلا اي حاجه سواء كانت يعني. تمام او بعدين بعد الصوص هتحط الكريم شانتيه. شايفين الكريمه عامله زي سور داير ما يدور عشان ما يخرجش بره. عشان ما يخرجش بره. بصوا دي تريكات خدوا بالكم منها عشان تعرفوا تعملوا الكيكه بطريقه حلوه وتطلع معاكم زي الفل. في الكوري وطي النار عليه. اوكي تمام دي تاني طبقة هنوطي النار. الله ريحته حلوة قوي يا شيف أسماء بجد بالهنا على اللي هياكل. مش هتحطي صوص في الطبقة التانية؟ هو ممكن نحط طبعا ممكن حاجة خفيفة حاجة خفيفة كده بس مش هنكتر منه قوي عشان ما يسكرش معانا قوي يعني. اوكي تمام. ممكن طبعا الحشوات احنا عايزين نعمل حاجة اقتصادية يا جماعة. احنا عايزين نعمل حاجة مش مكلفة. تمام تمام. نيجي عند الناحية دي خلينا اشتغل بالترانش ده. الناحيه اللي انا حطيتها كده يعني ناحيه البورده قوي نقطع ده كده. اوكي ونقطع ده كده. هي صغرت مننا شويه بس ما تشيلهاش بقى خليها عشان يجيبها من فوق علشان ايه. شايف يا ياسر هي عايزه تغير تعمل تريكات تغير شكل الكيك. ايوه هنا بقى ورا لازم نحط لها كده شويه. انا عايزه سباتولا عايزه اي حاجه. طيب انت عايزه حاجه كده ولا عايزه سباتشولا؟ السباتشولا الثانيه كان عندي كده. خلاص 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 اهو ماشي. تمام حطينا هنا دوت كده عشان احنا نلزق بيه الناحيه دي. انت عايزه تعمليها قلب مش كده؟ عايزه اعملها قلب بقى فالنتاين بقى. انت قلت لي عايزين الكيكه مدوره عايزه تعملها قلب فبتوريكوا ازاي بدل بقى ما تروحي تشتري قلب وشغلانه. استاذنك بس حطي لي ده. اوكي لهولي انا بحط لك كريم شانتيه. هناخد بقى الناحيه اللي احنا قطعناها دي هنحطها كده. لا بقول له جيب لي كوبايه علشان الاسهل. والناحيه اللي احنا قطعناها دي بالراحه كده. ايوه بالراحه عشان بصوا عملتها لكم قلب اهي في ثانيه يعني مش اسهل من كده. مش محتاجين بقى صينيه ومش محتاجين كادر قلب ومش محتاجين اي حاجه. بالظبط عشان نظبطه بقى ونخليه قلب اكتر هنعمل حته نحت كده من هنا. شايفين الفكره حلوه ازاي؟ الناس بس اللي هتنتقد وتقول لك الفالنتاين والغلاء والكلام ده حاجه اقتصاديه جدا. اهي مش ضروري ان احنا عشان خاطر يعني نفرح ولادنا. بالظبط على الاقل يعني باقل التكاليف على قدنا. مناديل عيني اجي مناديل ننظف بس كده. البورد بتاعنا كده شايفه الحشوه طالعه شكلها حلو ازاي؟ فظيعه بجد فكره حلوه وبسيطه جدا واي حد يقدر يعملها يعني. انا وشيف ايه واحنا بنتكلم بنتفق على الحلقه يعني كنا مقررين احنا هنعمل حاجات سهله وبسيطه واقتصاديه. بالظبط والمشاهد اول ما يخلص الحلقه يقوم يجرب على طول يعملها على طول. ده خلاص بالزبط. بعد بكره بقى عشان كل سنة وانتوا طيبين. اهي بصوا بقى اهي القلب. شايفه يا ياسر عملت حته من الزغننه كده من هنا اهو قطعتها ونحتها حاجه بسيطه كده صغننه علشان يبان قلب. بالظبط خلاص هنا خلاص هنغطيها بقى تاني. هتغطيها تعمل لها كفر بالكريم شانتيه. عايزه اقول ان التيب ده تيب المشط اللي هو بتاع اصلا البسكوت بتعمل بيه حاجات كتير جدا اللي يعني بنعمل بيه بسكوت ال بسكوت النشادر. الله تمام نغطيها يعني. ايوه انا عايزه ايدك تبان. ممكن تعدي علي كده عشان ايدك تبان للكاميرا.
شايفين؟ ايوه هي بتعمل خطوط ابتدت ملامحها تبان. ايوه بالتاب اللي هي حطاه علشان تغطي بيها. انت عايزه ايه كمان؟ هنكمل كده؟ ايوه احنا بنظبطها بس. احنا قدامنا قد ايه على الفاصل يا ياسر؟ انا هطلع لك الجديده يعني اللي هي الجاهزه اللي احنا اشتغلناها قبل الهوا، اللي اشتغلناها قبل الهوا علشان الفاصل قرب معانا، فايه هطلعها عشان برضو تتخيلوا. شايف القلب بقى ازاي حلو؟ شايفين؟ ايه يعني بجد حلو قوي. هي بتغطيها كلها بالكريمه البيضاء. كريمه وبعد لو كده في كريمه تانية هنضرب كريمه تاني ونكمل بالكريمه الملونه. بص يا ياسر بقت ازاي تحفه، حلوه قوي، عجباني جدا ما شاء الله. استني اهي خلينا اوريها له كده. اهو بص عملت من الكيكه البسيطه الدايره البسيطه عملت منها قلب. وبص عملتها ازاي، الاول غطيتها بالكريمه البيضه كلها. ايوه لا ده كريم شانتي احمر. كريم شانتي برضو لونته بتلون بلون غذائي. والكريم شانتي احنا قلنا المقدار وهينزل للناس تاني في الاخر، قلنا مقدار الكريم شانتي. الكريم شانتي الربع كيلو، الربع كيلو كريمه خام بالظبط، ربع كيلو كريمه خام بياخد كوبايتين ونص لبن او كوبايتين ونص ميه متلجه. تمام طبعا بتضاف لها سكر عادي. عادي. وبصوا اهي غطيتها كلها نعمل الكوتنج بتاعها كده كلها البيضه، كريمه بيضة كريمه وبعد حمراء كده نفس الكريمه دي، نفس الكريمه بنلونها بالوان غذائيه صحيه. مصرح بيها طبعا مفيش مشكله أكيد. خالص بس أكيد. في تركايه بسيطه في اللون الاحمر، اللي عايز يعمل لون احمر وبيشتكي من درجه اللون، في حاجه اسمها خمر اللون، لازم نضربه ونسيبه شويه على جنب علشان يديني اللون الحلو الزاهي. يعني تلون الكريمه وتسيبها على جنب. اللون الاحمر بالذات، اللون الاحمر اكتر لون بيحتاج ان هو يتخمر شويه، اللون الاحمر والبني. اوكي تمام. انا عايزاك بقى تجيب الكيكه كده. ايوه واحنا بنطلع الفاصل عشان الناس يمخمخوا فيها بقى. ايوه عايزه اقول لهم ده بس ده ايه، ده ورق ذهب برضو بيتشال من اي محل حلواني عادي جدا. موضوع بسيط يعني. اوكي.